مساء الخير جميعا ومرحبا بكم معنا في حلقة يوم الأحد. بغيت نسولك وتجاوبني بكل صراحة، واش كتعرف شي واحد اليوم اللي العام اللي جا كتلقاه مظلوم، العام اللي جا الناس معدين عليه، شي واحد العام اللي جا تلقاه كيسعى، العام اللي جا عنده مشاكل مادية، العام اللي جا وهادشي منذ 10 سنين يمكن منذ 15 سنة، العام اللي جا شادين معاه الزكار في الخدمة، العام اللي جا مرتو ما مزياناش كتعدى عليه. وهذا الشخص هذا يقدر يكون في لونطوغاج ديالك، تقدر تكون انت، يعني مسألة طبيعية. وشنو هو اللي خاطر في الأمر؟ الخاطر في الأمر هو انت يكونوا فيك شي أمور في السلوك ديالك اللي كيطيحوا الكاريزما ديالك للحضيض وكيخليو الناس ينفروا منك، وما ردش البال او لم تيق راسك بان راه غير الناس ما فاهمينكش وبانك انت ما تستحقش داكشي. هذا هو الخطير في الامر. اليوم غادي نتكلموا على الكاريزما، ولكن غادي نتكلموا على الكاريزما بواحد الطريقه مختلفه اللي مولفتش نهضر فيها. فالناس اللي كيقلبوا على المزيد من هذه المواضيع هادو، فراني تكلمت في حلقات سابقه في اليوتيوب هنا في هذه القناه هذه على مواضيع الكاريزما. هذه الحلقه هذه غادي تكون من اهم الحلقات اللي غادي ندير على الموضوع ديال الكاريزما، واللي غادي تعطيك اليقين في السلوك اللي كديرو او في الطريقه ديال العيش اللي كتعيشها واللي ما مسلكاش، والا ما صلحتيهاش فما غتبدل حتى حاجه. عرفتي علاش كنقول لك هاد الهضره هادي؟ ماشي حيت انا واعر وانا عارف، تنقول لك كنقول لك هاد الهضره لان كاين شي قوانين كونيه خاصك تحترمهم. من بين اهم القوانين قانون الكارما. الكارما في العلاقات، شنو هي الكارما؟ الكارما سي لو كوزايفي، اولا في الجانب الديني هو قانون الحق، يعني كاين واحد العداله الهيه، وبالقوه اللي ضربتي بها الناس انت وضغطتي بها الناس غادي تلقى واحد رده فعل اللي غتضغطك، وهذا الشيء نسني لك عليه بحال كتشوف فيه بعينيك. وحنا كمغاربه شعب عاطفي بزاف، فاش نشوفوا شي واحد طاح في شي مشكل ما تنشوفوش الامور بعقلانا وكنكتيو فيه بالدعاء ونقول الله يفرج عليه مسكين، راه هذه فرصه انه يؤدي ويغسل الذنوب ديالو. لا، كنوضوا نتعاطفوا معاه على اساس انه مظلوم، وهذه راجعه لعقليه الضحيه اللي كترسخ فينا عن طريق البيئه اللي كنشؤوا فيها بيان سور، اللي كتبين لينا باننا حنا ما عندناش الزهر، قريتي ما لقيتيش خدمه ما عندكش الزهر، مرتك تفرقت عليك راه بنت الحرام الى اخره. نتوما راك عارفيني بلا ما نزيد نديفلوبي في هاد المواضيع هادو. فاحنا اشخاص عاطفيين، ومن بين اهم الامور اللي بغيتي تخلي المجتمع مدروغي ناعس هو خليه يفكر بطريقه عاطفيه، وخليه ناعس، وخليه يتيق بانه راه هو ما عندوش فلوس لانه واحد تيشفر فيه، وخليه يتيق بان الفشل ديالو في العلاقات فهو راجع لان الناس تيتامروا عليه بانه واحد الشخص زوين. خليه يفهم هادشي، وانا غنقول لك واحد المساله. جميع الاشخاص هادو اللي تيشوف راسو مظلوم، العام اللي جا تلقاه مظلوم، العام اللي جا ما عندوش فلوس، اسمح لي غادي نقولها لك، فراه هو كيستحق داكشي. ماشي انا اللي كنقول لك يستحق داكشي لانني باغي ليه داكشي، ولكن الامور كتخطاني انا وكتخطى الرغبه ديالك انت والرغبه ديال كلشي. فهو قانون الحق، قانون الحق اللي كاين في الدنيا. الوغ هذا القانون هذا فاش كتفهمو غادي تبدا دير شويه ديال لا غوميزون كيسيون بينك وبين نفسك. واش انا واحد الشخص فيا شي امور خاصها تعدل في السلوك ديالي باش يمكن ليا تولي عندي واحد الكاريزما حقيقيه ديال الراجل ولا ديال الانثى اللي غتخليني نمشي مزيان في الحياه ديالي، ولا غادي تخليني نجلب الاشياء الزوينه في الحياه ديالي. فقبل ما ندخلو في لي ديتاي ديال هاد لو سوجي هادي متتبعينا الاوفياء، دير جيم لهاد الفيديو هذا، وغادي نبداو بهادي. فانا كنت دائما كتدخل تفرج في الفيديوهات ديالي وكتاخد بزاف د المعلومات، انا شفت بزاف ديال المدربين الله يهديهم، كتلقاه ناقل كوبي كول داكشي اللي كنقول، وما عمرو وديما دايرش لك حتى فولور ما دايرش لك، حتى متابعه ما دايرش لك، تياخد لا جيم لا كومونتير، وياخد وخدم هذوك المعلومات. شوف الله يسهل عليك، ولكن ما تبقاش تطرح السؤال علاش حتى حاجه ما خدامه ما تكونش مصاص دماء. لذا دير جيم لهذا الفيديو هذا، بغيتي ما بغيتيش شغلك هذاك، انا تعطي غير الراي ديالي. ما تكونش النوع اللي تياخد بزاف وتمتص
المجهودات ديال الاخرين وما باغي دير حتى شي وما باغي دير حتى كومونتير. فبدا بهذه هي الاولى. دابا غادي ندوزو الموضوع اخر هو الموضوع ديال الدورات اللي تنديروهم. فبزاف ديال الناس يقول لي واش الدورات المدفوعه اللي تدير واش عندهم علاقه بهذا الشيء بحال هادشي اللي تدير في اليوتيوب؟ لا، الدورات المدفوعه اللي تنديروا ومنهم دوره الذكاء العاطفي والاجتماعي هم دورات فيها هادشي معمق بتمارين معمقه. وكاينه ايضا مواكبه كتكون في الواتساب من مورا فاش كتسالي الكور الاول، بحيت كاين تقريبا الدوره ديال الذكاء الاجتماعي والدوره ديال الذكاء العاطفي كاينه 13 ساعه ديال التدريب مقسمه لدي موديول. يعني فاش كتسالي كل كور كيمكن لك تولج الواتساب وكنواكبوا معاك الا ما فهمتيش شي حاجه. الا كنتي كيهموك انك تعمق اكثر في هاد المواضيع هادو وكتشوف ان نفسك خصك تخدم على نفسك في هاد المواضيع ديال لي سوفت سكيلز والمهارات الفرديه والاجتماعيه، فرحنا دايرين لك تدريب فيه كل شيء وبثمن جد مناسب. بغيتي التفاصيل دخل لتحت. دابا غادي ندخلوا مباشره في الموضوع متتبعين الاوفياء. ثلاثه ديال الامور الا صلحتيهم في السلوك ديالك اليوم غادي ترونفورسي الكاريزما ديالك وغادي تراقب ان الناس ولاو كيتقربوا منك ولاو كيعيطوا لك في التليفون ولاو تيعارضوا عليك، وبالتالي القيمه الاجتماعيه ديالك كتطلع. لان الجهل القوانين الكونيه هما اللي تيخليو الكاريزما ديالك تطيح والقيمه الاجتماعيه تطيح. ومن بين القوانين الكونيه هو هناك قانون الكارما اللي هو ركيزه اساسيه في نجاح العلاقات مع الاخرين. وراني تكلمت في واحد الحلقه من قبل ديال الناس اللي كيصفوا الانرجي ديال الاخرين، الناس اللي كيدخل يتفرج في الفيديوهات ديالك وياخذ الكونتوني وكيدير راسو ما متبعكش اولا كي حتى راه هضرت ينتقدك في شي حاجه. يعني لو فامبيريزم السم، وهذا الشيء راجع للتربيه وهذا امر خاصو يتصلح. كاين ثلاثه ديال الامور خاصها تصلح. اول حاجه متتبعين الاوفياء اللي خاصك تفهم عقليه القالب وعقليه القافز. القالب والقافز شنو كنقصد هنا بعقليه القالب وعقليه القافز؟ يعني كيتسحابك ان العالم المادي 100% اللي عايش فيه عندك فيه تحكم وانت اللي كتميتريزيه، وبان انت راك ما عمرك غادي دار بك. وهذا كيعني انك انت اليوم واحد الشخص اناني، واحد الشخص كيفكر غير في نفسه، واحد الشخص مصاص الدماء وباغي يدير قانون بوحدو. شخص اناني مصاص الدماء وباغي دير قانون بوحدك. انا ميكروب مصخ عزيز عليا غير ناخذ وما نعطيش، كنهضر في الناس، كنبغي نطيح بالناس، كنبغي دائما نبان واعر وانا لا شيء وانا ميكروب. ولكن بغيت زوجه عفيفه ما خداماش جالسه في الدار بحال ربيعه العدويه وكتغسل لي رجليا فاش كندخل بالليل، وانت شكون انت؟ اولا باغا راجل بحال ليوناردو دي كابريو وعنده الرصيد البنكي ديال اخنوش، الاخلاق ديال ما عرفت شكون، وانا نهار كامل ما كندير والو، اوكين اكتيفيتي، اوكان نيفو انتليكتويال، مقابله انستغرام والمشاهير النهار كامل كنكومونتي وكنطبل، شكون انت؟ سمحوا لي هادشي عنده علاقه بالتكنزيز. يعني هذا هو القانون رقم واحد اللي خاصك تفهم، القانون ديال الكارما. هذا القانون ديال الكارما الا ما كنتيش مامن بان هذاك الشيء اللي كديرو دابا راه غادي يرجع عليك من بعد، ما كنتيش مامن بها، ما عمرك غادي تقدر تصلح هذا السلوك هذا. لان اصلاح بحال هذا النوع ديال السلوكات ولا ميزان كيسيون ونفهم بانني انا راه واحد الشخص ميكروب وان واحد الشخص كسول وكنهضر في الناس وعز عليا نادي الناس، نفهمها وندير داك لو طرافاي ديال انتروسبكسيون النقد الذاتي، تيبغي مجهود. لان حنا الشعب عز علينا السهوله، تنتعاطفوا مع المجرمين، تنتعاطفوا مع بنادم اللي تيبدا يخدم الدين بزاف في الهضره، وتنأتاكيو هذاك الشخص اللي تيقول لنا الحقيقه وباغي نهاد غيا وباغي ندير الفلوس دغيا وباغي المراه ما خداماش وتكون عفيفه. وباش دير هاد لو طرافاي ديال انتروسبكسيون خصك تكون قوي، خصك تكون قوي وتكون راجل، تكون راجل. وهاد لو طرافاي ديال انتروسبكسيون فاش كتامن بان هذاك الشيء كامل، انا غنقول واحد الحاجه غتقدر تفاجئك، مجرد كلمه تجربه علمتني انني مجرد كنقول على هذاك المكلخ دار ولا هذاك وهذاك، واخا تنقول بعض الكلمات هنا في الفيديو ولكن ما تنقصدش بهم شي واحد، تنقولهم غير باش نحطهم في السياق ديالهم وتفهم الرساله. فكلمه الا كنتي كتقول هذيك العقروشه ولا هذه راه عندها تاثير، بلا ما نمشيو حنايا للتصرفات وداك الشيء اللي كتقيل دير نهار كامل وتحفر لعباد الله والنهار كامل كتبقى تاخذ المعلومات وتخدم بهم وما كتعطي والو، ما عمرك عرفتي على صاحبك مثلا حتى القهوه. بلا ما نتكلموا على هذا التمكريب هذا، حنا نتكلموا غير على كلمه كتقولها، غير على كلمه. وهنا كتجي النقطه رقم واحد متتبعين الاوفياء، هو من بعد فاش كتفهم ان القانون ديال انك راك مراقب بواحد القوه الهيه خارقه للعاده اللي غادي تلقي لك
في حياتك اي حاجه كديرها مجرد كلمه كتقولها للبشر كتجي النقطه رقم 2 هو المكسر الاساسي ديال الكاريزما هو لانديفيرونس. شنو هي لانديفيرونس؟ كدير بحال اغلبيه الناس نفس المواضيع، كلشي كيهضر في نفس المواضيع، كلشي كيتشكى، كلشي جاب نفس الموضوع، كلشي عايش بنفس الطريقه، وبالتالي كيجيب لي الله انني لا حفرت الاخر ولا ركبت على الاخر ولا شريت الصداع الاخر راه غادي نطلع وغادي نخرج وغادي نترقى. لان قانون ديال الكاريزما، فهمني، قانون ديال الكاريزما هو تكون اونيك، يعني ما يكونش فيك جوج ديال النسخ. وهادشي ما عندوش علاقه بطريقه اللبس ولا بالطوموبيل الى اخره، عنده علاقه ان الناس كيشوفوك اونيك، ان الناس كيشوفوا شي حاجه متغيره. ما عمر غادي تكون عندك كاريزما قويه وغتجذب لك الناس الا ما قادرش تفك التقاليد اللي كبرتي عليها، التقاليد العائليه اللي كتعوطو سابوتي. لان هنا تو لو شوا اونتر دو شوز، سواء غتمشي مع القانون الكوني اللي يديرو الله سبحانه وتعالى وغتحترمو، لان الناس انت اللي كتشوفهم اليوم كيوصلوا النتائج في حياتهم باقل مجهود، وانت كتشوف راسك كدير مجهود ما كتوصلش لهذوك النتائج، فراه ماشي بحيت هما وعر منك ولا ذكى منك، لانهم هما فهموا القوانين، كلشي غادي بالقوانين، انت ما فاهمش القانون، كتخلي القانون الكوني وكتتبع القانون ديال جدك. شنو هو القانون ديال جدك؟ هما دوك التقاليد اللي تحطوا في واحد الوقت في الربعينات ولا في الثلاثينات ولا في القرن 18، حطهم جدك وبقى باك وبات باك غادي عليهم حتى وصلوا لك نتايا. وهنا فين بغيتك تفيق، اول تغيير في السلوك تيجي بالتخلي على القانون اللي ديرو جدي، القوانين الكونيه. وهنا كنشوفوا بزاف ديال الاشخاص كيوهموا نفسهم انه بطريقه اللبس ديالو بطريقه الهضره ديالو غادي تولي عنده كاريزما قويه. وهذا شنو نتج لينا؟ نتج لينا بزاف ديال الاشخاص كيلبسوا بنفس الطريقه، كيهضروا بنفس الطريقه، كيخدموا بنفس القوانين. كلشي ولا زوين، كلشي ولا ستار، كلشي قد القنانف، كلشي قد المؤخرات، كلشي مشى دار هوليوود سمايل في تركيا، كلشي لابس ساك لوي فيتون مدرح. ماشي بحال هكا غتكون عندك كاريزما. فهادشي غير كتولي بحال بزاف ديال الناس اللي ولاو دابا كيديروا في مواقع التواصل الاجتماعي. والكاريزما تتجي فاش كتكبر، هنا كتجي النقطه رقم 2. كبر شويه، ما باغيش تكبر، يعني كبر عقلك، شوفها كبيره، خرج من داك الاطار ديال بابا قال لي، ماما قالت لي، صاحبتي، خالتي، هذه. كبر شويه، كبر شويه، سير سافر بوحدك، حاول دير مشاريع، بعد من لا ميديوكريتي، ونسى بان الكاريزما غادي تجي بالترطيبه وهوليوود سمايل في تركيا وتجي مقطع وصبر ديرها بيضاء. كلشي ولا كيلبس بحال بحال، كلشي ولا كيهضر بحال بحال، كلشي ولا كياكل بحال بحال، كلشي ولا عنده نمط العيش واحد. دخول في الشخصيه ديالك الحقيقيه ويكون عندك اليقين بان انا داير بحال هكا، والكاريزما والجذب كيتفعل بهذه الطريقه هذه، فديجا راك بديتي واحد الخطوه ايجابيه. النقطه رقم 3، تعلم تخلق التوازن الطاقي في العلاقات مع الناس. ما تبقاش غير تسف 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 تسف، دير واحد اللائحه ديال اللائحه ديال الناس اللي كتعرف، وشوف شكون هما الاشخاص اللي كيعطيوك دائما وانت ما عمرك عطيتهم شي حاجه. غادي نجلس، غادي يعرض عليا صاحبي نقل ندوز معاه واحد 10 ايام في شي بلاصه ديال الكونجي، نشري ليه كادو 1000 درهم ولا 2000 درهم ونعطيه ليه بلا ما يقولها ليا. الا ما كنتيش كتقدر تخلق التوازن الطاقي في العلاقات مع الاخرين غادي يوقع نوفور. رجع للحلقات من قبل، راني هضرت على هذه المساله ديال التوازن الطاقي. النقطه 4، لا تحاول اقناع الناس، ما تحاولش تقنع الناس وتشبت بالمواقف ديالك وهضر على المواقف ديالك، عبر على المواقف ديالك بلا ما بلا ما تحاول تقنع الاخرين، لانك انت ماشي لو سونتر دو موند، انت ما كتفهمش كل شيء، والناس الاخرين حتى هما راه عندهم اراء. دونك اعطي مواقف ديالك، ما تحاولش تفرض الراي ديالك على الناس، ما تحاولش تقنع الناس، سورتو في المحادثه ما تحاولش تبقى تعطي حلول لاشخاص اللي ما طلبوش منك الحلول. لان هذه كانت كتوقع لينا شخصيا، كنحاول نبان مهم قدام الاخرين، فاش كيبدا يهضر معايا كنبدا نعطي حلول وانا ما لاقي الحل حتى لراسي. وفاش غتفهم هذه المساله هذه، ثق بيا ان كاع الناس غادي يوليو يبغيو يجلسوا معاك. وسورتو كنسطر على التوازن الطاقي في العلاقات، ما تبقاش تاخذ تاخذ تاخذ. الا كان شي صاحبك ديما تيعرض عليك، سيبوزون كاع ما عندكش الامكانيات باش تعرض عليه، قول لي اسمح لي نفسي ما كتسمحش لي انك ديما تعرض عليا، فغادي تكبر لي في عينيك اكثر ملي كنتي ديما كتحاول تعيط ليه باش يخلص عليك العشاء ولا يخلص عليك القهوه. دونك التوازن الطاقي في العلاقات، دير حد مع التقاليد، حاول تكبر شويه في مخك، خرج من حدا باباك وماماك، سكن بوحدك، سافر بوحدك باش تكبر، وبعد من اي حاجه كيديروها الناس بزاف. وسورتو هذا الشيء اللي ولا كيبان لك دابا طوندونس في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منه، فهو فقط غادي يخشك في واحد المتاهه اللي غادي ينزل لك ليستيم دو سوا ديالك وغادي ينزل لك الكاريزما ديالك. تخابي يا متتبعينا الاوفياء، كنتمنى لكم رمضان كريم، يدخل علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله. ترقبوني في لايفات رمضانيه مره في الاسبوع تفاعليه، غادي نجاوب على الاسئله ديالكم، واللي غنطرقوا فيه
لهذه المواضيع اكثر بخصوص الكارما ديال العلاقات وكارما التعطيل، تعطيل الرزق، تعطيل الزواج الى اخره. غادي نتكلموا في هذا الشيء ولكن ماشي بواحد الطريقه روحانيه 100%، بطريقه براغماتيه كيف ما عودناكم. هذا الشيء اللي كاين، ودخل استفد الان من الدوره ديال الذكاء العاطفي، راه باقي ندير لها بروموسيون. هذا الشيء اللي كاين متابعينا الاوفياء من هذه الاجواء الجميله. كان معكم عزيز افكار، سلام الفيديو.